إخوان المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله. إوا سيدي، البارح مرت البارح في البرلمان تنشوف هذا، تنشوف واحد البرلمانية مطيحة واحد السؤال على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسؤال يتعلق بالرقية الشرعية. ولكن داك الوزير كما يقولوا هنايا تيبيكال بوليتيشن، ما جاوبش على الاسئله، بقى يدور 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 على ماشي في الاختصاص ديالو. ودابا منين هذا الرقيه الشرعيه ماشي في الاختصاص ديالو؟ وفي من قال لي ها خصنا نشوفوا عملوا شي فتوى ونشوف مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية باش نقننوا هاد الحرفة هادي. أسيدي، هي داك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مثلا قولني لنا مراكز النكاح سكس شوب، وانتوما بهادشي ديال الديانة وهادشي اللي ديروا انتوما في الحشومة، ما تكذبوا على الشعب، ماشي تجي صراحة. بحال دابا كاينين الديور ديال الدعارة تمشيو للرجالة ليهم، ياك؟ والرقية الشرعية ولا تقول لها نتوما، أنا نقول لها محل النكاح، ننسى تنسى لا بغات تزني تمشي لتما عندك الراقي وتيقضي لها الأشغال ديالها. هذا هو خصكم تفسروا للشعب، ماشي تقدروا لي بين الدروبة. وقال لي غنديرو مع وزارة الصحة. أيا سيدي وزارة الصحة مزيانة دخل فيها وزارة الصحة، لأن داك الراقي خصو نلقا نراقبوه، خصو يكون صحيح، ما فيهش المرض ديال السيدة، يكون عندو القلب ديالو صحيح، ما فيهش شي أمراض معدية. وكذلك مع وزارة الصحة مع جمعية حقوق المستهلك يقلبوا ليه حاشاكم الذكر ديالو، واش داك الذكر ديالو كبير، لان الزبونه المستهلك خصها تاخذ جود فالي فور موني، زعما كاين داكشي تخلصو خصها تاخذ العبار ديالو منين خصو تا هو يتقلب. وقال لك وزاره الداخليه حتى هي خصها تكون تا هي داخله في المعمعه. إوا هاد وزارة الداخلية لا بدا دخل لنا غادي يشدو رشوة، فهمتي؟ هكدا بدا وزارة الدور ديالها، وتعمل لهم وزارة الداخلية غتكلف بها واش عندو شي صوابق عدلية، لأن بغينا الرقي خصو يكون ما عندوش صوابق، يكون حسن السيرة كما تقولو نتوما. إوا هادشي كاين دابا، غادي يديرو مبادرة ولا تدبير ولا والو بين الوزارات. وزارة الأوقاف غتخرج الفتوى باش يغمقوا على الناس، باش يقول لهم هاد المحلات راه
هادي غادي يسميهم مراكز اش تقولها، الرقية التشريعية. سيروا من التفنة قولوا لي مراكز ديال النكاح، شرح ملح مخناز. وديك البرلمانية قالت لي اودي هاد الأماكن ديال الرقية انتشروا في العهد ديال هاد الحكومة، هادي انتشروا كتير هاد الرقية. هي الرقية تعمل عندها دور اجتماعي مزيانة مزيانة. المرأة اللي كانت متزوجة مع شي واحد مربي اللحية ولابس عليه جلابة ولابس عليه جلابة أخرى ولابس عليها ودخل الفراش بحويجو بداك السروال القندريسي، المرأة مسكينة خصها شي واحد يكون، ماشي نقول مثالي أنا يا مثالي، أنا شي واحد يكون محسن نقي مرياح أون فورم. إوا متزوجة مع واحد مديد عشان يقول لها بسم الله تطفي الضو غادي نعس معاها، هادي ماشي معقول. هذا المرأة خصها شي واحد يكون أكتيف، فهمتي؟ داكشي علاش عندنا دابا، حنا عندنا في ذاك البرلمان ديالكم ذوك النساء اللي مطلقات تما، لأنهم داكشي اللي واقع لهم تا هما، رجالتهم مشغولين تيخطفوا، وهم مشغولين في البرلمان بغاو يلحقوا لها. إيوا والحياة ذاك الإندمار واش تقولي نتوما تيبعد عليهم. دونك الراجل تيمشي لدار الدعارة والمرأة تمشي عند الرقية عند الراقي باش يرقيها، فهمتي؟ ينكحها بالعربية تعرفت. إوا هادشي اللي كاين الإخوان، وما خصناش نبعدو على هذا الموضوع، لأن دابا ملي غادي يخلقوا لكم هاد المحلة ديال السكس شوب، غادي يبيعوا اسمو السكس تويز، هادوك اللعاب الجنسية. دابا ما غتبقاش في عند ربع عمر عند الشينوا في ربع عمر عاد تشريهم ولا تشريهم مخزونين من السبتة. دابا غادي يوليو في عند الراقي، يعطيك شي هذا يمد لك يبيع لك. ايوا الراقي خصو يحتفظ بهذاك اسمو، يستعمل هذوك اش تقولوا لهم نتوما بالعربية ما عرف اكسترا ديوركس، هذو خصو يستعملهم باش السلامة اللي هو والمرأة. ايوا دابا ملي غادخل فيها وزارة الصحة غيديروا لهم بحال بوسبير بكري، ملي كان بوسبير في الدار البيضاء لا تعقلوا عليها الاخوان، كان يجي دوك صحاب لي جيل اللي تحت بوسبير تطلعوا الفوق تقلبوا العيالات تما ودوزوا من الدوش لتحت يدوشوا يعوموا. داكشي غادي يولي ان شاء الله في دابا الدعارة، داك الراقي خصو يدوز على وزارة الصحة، اما بفيزيتا في الاسبوع ولا في الاسبوعين، فهمتي؟ وخصو يكون صحيح وخصو يمشي للجيم، فهمتي؟ باش هذا ويستعمل ويمنعو عليه ستيرويد، لأن ستيرويد خطير، فهمتي؟ ستيرويد لا، فهمتي؟ هو هادشي اللي كاين الإخوان، ونتمنى لكم هابي سكس لايف، ولا حياء في الدين. غير ما أنا تقلقت أنني ندير هاد الحلقة هادي، لأن أنا كوازية ديال الحقوق ديال الإسلام وماشي ولا لا. ما بغاش يفسر لينا هو في العوض، باش يقول لك السيده البرلمانيه الا لا ذوك الرقيه راه محل ديال النكاح، المراه اللي ما تتنكحش مع راجلها تجي تما تتنكح وصافي وكلشي فرحان. لا هو غيدخل في هذا ويدخل فيها ويجيبوا شريكه، غيجيبوا الشريكه اللي غتدبر هذا، غيجيبوا القواده حاجك. هاد الشركات بالعربي تعرف القواده، جماعه القواده، اما جدرمي ولا كوميسير عرفتي، هذوك يمشيو تما مقابلين كونترولين داكشي وصافي، وياخذوا العاقه من عندك الراقي والحركه تمشى. الشركه اش من الشركه هادي، ما هادو ديال الرقيه كانت من بكري وكتري بحال في ايران وفي كردستان وفي الشمال العراق معروفين، انتي ايوا هادو مع هادو الاخوان اللي كاين في الحكومه هادو العداله التنميه جابوها، لانهم كلهم اللي عندهم ازمه في الحياة الزوجية ديالهم، معاهم مربين اللحية ومغوفلين. إيوا المرأة تتهرب منهم، تنعس مع فاكين غوريلا، ميمكنش. المرأة خصها شي واحد يكون فهمتي نقي وهذا ومرياح وهذا، ولا تيجي خانز تما كانها وتيخطف، باق عليها النفاق ودير هذا وقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا ولد الحرام الإسلام الحر نسيتيه. فلهذا إخواني المغاربة
هذا هو الموضوع ديال اليوم، وسمحوا لي الا قليت حياكم. راني عملت ديك الساعه واحد السين ديال موان دي زويت، عملتها في الهير باش الدراري الصغار يتفرجوش في هذا البرنامج، ولكن خصهم يتفرجوا لي، لان دابا كاين عندنا هنا في الانجليز سكس ايديوكيشن في المدارس الابتدائيه. وسمعتي هذاك المروكي شبع فيها سبان وبريسي سبسكرايب نتي لايك وديسلايك. نشوفكم مره اخرى اخواني المغاربه. اليوم شويه بكري ما نقدرش ناخذ الدواء ديالي، نشرب انجلش تي. تشاو.